الواحد يقول مع الواحد ياكل يتعشى جنبها بتاع حاجات زي كده. برضو وجهة نظر. لان انا بقول حاجة، انا طالما انا اما ادي رسالتي صح على زي ما انا مرتاح لها، وزي ما انا شايف اللي انا تعبت فيه وعملته، طلع 7 اشهر رقم واحد، ولما جت موسيقار عبد الوهاب بقى رقم 2 في الاغنية، يعني عشان ما اقولش يعني ما نزل شريط. يعني غنوة الاستاذ عبد الوهاب كانت نمرة 1، نمرة 1 وانا نمرة 2. بس انا كل طول ما انا ماشي كان نمرة 1. لحد دلوقتي انا اغنيتي نمرة 1، دي ملهاش علاقه باي شيء غير ان ده مبيعات كاسيت. قبول الناس مش مشكله، بس دي مبيعات كاسيت. فازاي انا بدام ناجح في الكاسيت، وبدام ربنا كرمني في حاجات كتيره جدا جدا جدا. استاذ عبد الوهاب بيقول ان الجمهور مات وشيوعت جنازته. طيب ما كانش سمع من غير ليه؟ ما نجحت. طب نجحت ازاي والجمهور مات؟ يعني مات وسحلها؟ لا، ايقظته من غير ليه؟ ممكن اقول كده؟ ماشي، ايقظته. اتفضل. خلاص. هل جمهور ذوقه حصل فيه خلل؟ هل حدث خلل في الجمهور، في الذوق بتاع الناس؟ هل الناس ما عادتش بتسمع الرصين؟ والله العظيم بتظلموا الناس، والله بتظلموا الناس. يعني اما بروح حفله بيجي لي فيها 30,000، ليه في مطرب بيجي له 30,000؟ نعم. بيجي له ليه؟ عشان الناس ماتت. هذا الجمهور ده مات 14,000 و15,000. ماتوا جم كده جايين عشان صدقه، اهاليهم قالوا روحوا والنبي روحوا لعمرو دياب صدقه له. مش ممكن. ومش انا بقى، ده انا وحمير الشاعري وعلي حميده ومحمد فؤاد وكلهم بيجي لهم بال 14,000. مين اللي بيجي له 14,000 اليومين دول؟ هل اتساع العريض للجمهور الراغب في متعة سهرة يعتبر حكم دقيق لمقياس نجاح مطرب؟ برضو زي أناقش زي. يعني أنت بيجي لك 40 و14,000 و20,000 ده في حفلة. كويس. أنا أناقش عقلك الآن. هل تعتقد أن ده هو المقياس الوحيد لك كمطرب؟ ما هو أنا لو ما كنتش ناجح ما كانش حد جالي، لو ما حدش بيحبني ما يقولوا فلان الفلان هيعمل حفلة في الحتة الفلانية. وما بيجيلوش حد، يبقى ده فلان الفلاني مهما بقى كتبوا عنه في الجرايد. ومهما بقى الموسيقار العظماء العظيم لحن له الموسيقارات اللي السنة بيقولوا ايه؟ ثانية. مهما كتبوا عنه في الجرايد، ومهما العظماء لحنوا له، ومهما قالوا ان هو احسن صوت، والجمهور ما جالوش. انت ما نجحتش ابدا لمحمد الموجي؟ انا اتمنى طبعا. اي حد مش محمد الموجي وكمال الطويل والموسيقار يا ريت. حياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قد تغدو امرأة يا ولدي يهواها القلب بها الدنيا. كفايه. انا لو ما كنت بتكلم بقول اتكلم عن نفسي بس، ان انا خايف ان انا اتكلم عن مطربين شبان لهم وجهات نظر مختلفه عني. انا هقول لك تعليق واحد بس في النهايه. الله يعينكم. يعني هو شكرا، بس هو ربنا لازم يعيننا على اللي انتوا بتعملوه فينا. يعني هو المفروض ان هو الله يعيننا على اللي انتوا بتعملوه فينا. بس انا هقول على حاجه تانية، انا ما بزعلش منكم. انا بقى واحد من الناس، ويمكن مطربين شبان بيزعل، انا بقى ما بزعلش منكم نهائي ولا بف. يعني الشهره هي العزاء؟ ها؟ لا. لا، الجمهور الكبير هو العزاء؟ لا برضو. امال ايه؟ ما هو الشهره فلوس هي العزاء؟ ولا شوف. الشهره والجمهور. انت جبت عربيه بعد قد ايه؟ كام شهر؟ بعد كام شهر؟ من شهرك. بعد 5 سنين معاناه. بعد 5 سنين معاناه؟ بعد 5 سنين ما كنتش لاقي حد يقويني في بيته. انا بورسعيدي، عايش بورسعيد اصلا شرقاوي. بس يعني اول عربيه جبتها كانت امتى؟ اول عربيه جبتها من 4 سنين، من 3 سنين. كنت بدات تغني كام سنه؟ كنت بدات اغني 3 سنين. استاذ عبد الحليم حافظ اول سياره في حياته
سكند هاند بعد 8 سنوات من غناء. انا هقول لك بقى، انا كنت جايب العربيه دي، هي العربيه دي كانت ب 55000 جنيه وجايبها ب 10000 جنيه، وقسطت قعدت 3 سنين ادفع اقساط لما طلع عين اللي خلفوني علشان اركب عربيه، لان انا امنيه حياتي مش ان انا مطرب، ولا امنيه اي شاب انه يركب عربيه. فهو ده ان بتظلمونا ظلم، انا ما بعتبروش، بعتبره ان احنا بنكافح عشان نثبت لكم ان احنا كويسين. عربيتك دلوقتي نوعها ايه؟ مرسيدس. مبروك. وعربيه خطيبتي ميتسوبيشي. عايز تعرف حاجه ثانيه؟ لا خلاص. اوكي.